شاد شوب اليوم، ذاك اليوم يا شاد شوب تجيب مروحة على غرفة عندي لهون. مروحة مين جيب؟ هذي غير مروحة غرفة عبادة. وين رأي؟ كنت بدي اخذ مروحة، قلت حالي مو انت اخوي كبير يعني اكيد تعطيني اياها، ما راح تعطيش اياها. لا ما حذرت، ما راح اعطيك اياها. طلع برا بسرعة بسرعة. ماشي استحمل لك، استحمل لك. عبهدد الساعة. ماشي يا عمري، انا ما خليني اخذ مروحة، انا بفرجيك. خطرت على بالي فكرة، تحمل لك. شوب يو، شو بك ابو عبادة؟ ايش في؟ ولك الدنيا شوب، الدنيا شوب. مين اخذ المروحة؟ ما بعرف مين اخذها؟ مين اخذ المروحة من غرفتي انا؟ وانت كمان اخذت مروحتك؟ ولك مين اخذهم؟ والله لا عدمه. الله ايش الهوايات هاي؟ سلام وقولا من رب الرحيم. ايش فيه؟ طوبوا بالكم يا جماعة، صدقوني مالي خبر. مين جاب المراوح؟ والله وعمل لي حالك بلا خبر. مو المروحة هاي عم تطالع هوا سخن مدى بتطالع هوا بارد؟ ها اصلا المراوح كلياتها ما طالعوا هوا، ما طالعوا. وريد اخيركم على هالشوبات. ايش هالشوبات هاي؟ لحظة، ابوي بس دخل ليه بس الضلال، معناها في خبر حلو. ايش تحت تقول بابا؟ يا ربي استور، يا ربي استور، يا ربي قولها، يا ربي قولها، يا ربي قولها. ركزوا معي لشوف. معك معك بابا، معك نحن، معك معك نحن يا بابا معك. انا قررت وبعد دراسات طويلة نطلع على البحر. الله أكبر، الله أكبر، ولك يس، هذا أبوي بعث ولا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وأخيرا عملتها أبو عبادة، وأخيرا عملتها. ويلا بسرعة، ايش عم تستنوا؟ جهزوا غراضكم بسرعة، ماشيين فورا، يلا من عيوني فورا. رح أضب أغراضي أنا كمان. استنى، أنت عندك امتحانات بدك تضل عم بيجدها عشان تحفظ. شو؟ أوخ لا لا، عم بتشيك فيي يا بنت الصرامي. وينك غيكم؟ وينكم يا جماعة؟ يلا خلصونا، أنا أول واحد صرت جاهز. ها يلا ولك يلا يا أم عبادة. لا إله إلا الله، يلا يا حرمي. شو بعرفني؟ أمي فوق بغرفة القطط. بغرفة القطط؟ إيش عم تعمل فوق أمك؟ شو بدها تعمل أمي بغرفة القطط؟ جيتك أم عبادة، جيتك يلا. جايبة مع القطط هاي؟ لك جايبة القطط كلياتهم معها. افتح الباقاج، افتحوا افتحوا افتحوا. لا إله إلا الله، فتحتوا. خليكم انتم هون وديروا بالكم على حالكم. يلا بسم الله. بالله ممكن افهم ليش جايبه معك قطط على السياره؟ لك عايفهم بالبيت؟ تخيل دخل حرامي على البيت سرقون، ولا صار حريق بالبيت. انا هدول قطط حيلتي، ما بحسب عليهم. لك في حدا رايح على البحر بياخذ معه قطط بهبوله انت؟ اي انا ايش بدك مني؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله يمضي هالنهار على خير. لك في حدا طالع على البحر بجيب معه قطط؟ بحر والله بحر،
اقسم بالله العظيم بحر بحر. قولك تعا تعا نزل معي الاغراض تعا تعا. لكن البحر البحر ماني مصدقه والله ماني مصدقه. قول تعا يا بنت ال... شاطر وين بدك تغرقي؟ روح انزلي. ليش ما عم تنزلي؟ روح انزلي معهم اسبحي. لك انا بدي انزل بس خايف على قطط والتليفونات ينتشطوا مين يطلع عليهم. قولك لا تاكلها معنا بيها الجنبون هون مين تجي ياخذون؟ خلاص انا حيرسون روح انزلي انت. عن جد عم تحكي ابو بدر؟ قولك ايه خلاص انت بس روح انزلي بس انزلي وخلصيني منك روحي. ايه احكي لك من الاول ابو بدر ما عم تحكي. حشد حشد عين. ايه يا خدوج لو هلا انت مدك مثل بقايا هالصبايا احسن مالك بيركيك مثل القرد اللي مضيع صاحبه وكون خد شي بقاعد جنبي وعم بقطع لي بهالموزات وانا عم باكله. ايه اسال اسال الله. ولك بعدين مع هالقصة وين الأجانب وين السياح وين النسوان؟ لك ما شفنا ولا مرة على الشاطئ راحت الجاية كلها على الفاضي. وين النسوان؟ ولك لعبوني بقى معكم وعلى بني طارتكم بقى. مشاريب بيردة مشاريب بيردة مشاريب بيردة. أبو شباب أبو شباب لحظة إيه لحظة لحظة بس النسوان على الشاطئ هون وينهم؟ نسوان؟ حاجين تجي على الشاطئ ما فيها جنس النسوان. شو؟ طيب النسوان أجانب هنا شاطئ وينه هذا الشاطئ؟ حاجين إذا عم تدور على النسوان جاي المكان الغلط. في عندك هنيك مداك شاطئ اللي قدامك شوي في كل مرة شي طير العقل. عن جد عم تحكي انت؟ لك مثل ما عم بحكي معك هنيك مليان نسوان. لك قوم روح عشان تستناك روح. ماشي مشكور الله يعطيك العافية. يا اهلين وسهلين. ماي بيردة ماي بيردة ماي بيردة. انا لازم اسمع كلمته لهالزلمة قوم اروح على ذاك الشاطئ اللي مليان نسوان. اجدي نظري شوي شلون لك يا حمار انت؟ With the